فأنا أرى أن الخالق إيجابية مطلقة، والطاقة السلبية، الظروف السلبية صنعت من كائنات. الآن وصلنا لنقطة مهمة جدا 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 في غاية الأهمية حول مسألة العنكبوتيين، وهي تصف أمر أنا أتفق معها. إحنا تناولنا بصورة سريعة الكائنات العنكبوتية، يعني تسمعون كلامنا على الكائنات العنكبوتية، لكن إحنا ما دخلنا بالتفاصيل. فهي لديها فيديو مهم جدا، لقاء مع ديلين مونرو. ديلين مونرو أحد الشخصيات الرائعة جدا في وصف تمام الطبيعة السلبية وهيكلة الطبيعة السلبية. الهيكلة خلي أعرض لكم إياها بالله، وهذا اللقاء إحنا راح نناقشه بالمنهاج. لقاؤها مع ديلين مونرو لقاء جدا مهم حقيقة في غاية الأهمية، وديلين مونرو لديه مخطط مدهش ورائع جدا جدا. أقسام الدولة العميقة من الماسونيين وصعودا للأنوناكي والشيطانيين. فبهذا المخطط خلي أعرضه بالله بلقائها، بس أعطوني مجال. فهذا لقائها، وإحنا راح نعرض هذا اللقاء كامل. بس أيضا هي بالمناسبة بهذا اللقاء هي تناقشه حول العنكبوتيين. ففي اللقاء يصلون إلى نقطة، هذا باللقاء تمام، أنه خلي بالله نأخذ سكرين شوت أفضل، ها نأخذ سكرين شوت حتى أوضح لكم وين وصلوا باللقاء، لأن هذا المخطط جدا مهم، وكل واحد يشاهد هذه الحلقة أو المناقشة تأخذون سكرين شوت هذا المخطط. مع العلم هي باللقاء تسأله، تقول أنا ما وجدت بالأنوناكي، يعني بهذا المخطط تقول أنت ما ذاكر مردوك، يعني هو ما واضع مردوك. بالمناسبة هو أيضا لو أرجع شوية، خلينا نرجع بظل أعتقد شوفوا هنا، لو نرجع أقل لاحظوا هذا التحت، جاء يشاهدون التحت الآن، يعني هذا الآن المجتمعات السلبية، العالم المادي. خلي بالله سويت له سكرين شوت ويانا، شاهدوا هذا الآن السكرين شوت. فهو مقسمها تقريبا الآن العالم المادي هذا، وممكن هذا يصدمكم الآن، وبالعالم المادي هي المجتمعات السلبية اللي تصنع الماتريكس، فمنها مثلا الفاتيكان، you see هذا، وهذه هي مجتمعات سرية الفاتيكان. والبيت السعودي، آل سعود وجماعتهم دول معروفين أصلا. ها هنا الفئة السنية تمام، أو النظام السني، فهذا مصنوع من الأنوناكي، لأنه من راح تصعدون أعلى، ها فهذه المؤسسات مصنوعة من الأنوناكي بالأعلى. فأنتم جاي تلاحظون هنا، ها ماذا لدينا؟ لدينا السني ولدينا الشيعي والفاتيكان، فهذه مصنوعة من الأنوناكي، من الكائنات العليا. ها وهذه المؤسسات تدار من تمام الامبرور والكينج والبندار والكوين والانتي كرايست، يعني فيها انتوا ويانا، ها جاي يشاهدون المخطط، بس اللي
يعني احنا يخصنا بالشرق ممكن هذا صادم، جدا صادم، انه المذهب السني او النظام السني والنظام الشيعي مصنوع من الأنوناكي، تمام. وطبعا الجسوت اوردر هذه معروفه، المنظمه هاي مشهوره بكثير من المعروف، يعني تاريخها ليس جيد هذه ابدا، هذه الجسوت اوردر معروفين هؤلاء. يعني شوفوا لو نكبر هذا نعطيه تكبير، اعتقد حتى الناس ما جاي يعرفون ممكن. فهذا البيت السعودي، و سني جراند امام، هو هذا المذهب السني. الشيعة ايضا هذا النظام الشيعي، بالمناسبة النظام الشيعي مؤسس من اليونانكي، هو النظام السني معاها الفاتيكان، يكرر معليش، يعني من هذا المخطط، تمام. فهذا باللقاء يعني يوضحون الامور. وهذا الان الاسفل، وهناك ايضا الاقل منهم، الاقل منهم الان موجودين الالوميناتي، تمام، ومنظومه المنظومه بتاع 300 يعني ممكن ننزل بيها، اوكي، والجلوبالست اصحاب الدوله العميقه هؤلاء الماديين، تمام، يشاهدون شباب اعتقد، مهم هذا جدا حقيقة أنه يشاركون هاي الحلقة. أي وحنصعد الآن، نرجع للفيديو بالله دقيقة، وحيصعد بالمناقشة معاها، هنا أنا لاحظوا من الفيديو حيصعد بالمناقشة معاها حول الأعلى الآن، تمام. الآن الأعلى اللي هم الأونوناكي والدراكونيان، المنظومة العليا اللي تدير هاي المنظومة ويانا، ما هو هذا مهم الأمر. فلقاء هذه كيري كاسيدي مع ديلن مونرو، بس والله خلي هذا نمشي والله هذا. فإحنا الآن صعدنا أعلى، تمام، يعني ما بعد العالم المادي الآن حيأتون الأنوناكي ويانا والدراكونيان وأنكي وإنليل وبال والمامون، وحتى هي الكارما هذه هم صانعيها أصلا، الكارما هذه هنا تجدوها. فهي بالمناقشة وصلوا إلى، بالفيديو وصلوا إلى كاميريا، يشاهدون الكاميريا بالله، ممكن تعطوني واحد منكم الصوت، يشاهدون الكاميريا الآن، فوق هذا، هذه كائنات غير منظورة الآن. نعم أستاذ، واضح. أنكي وإنليل ما نزال، لاحظوا إحنا مثلا هنا، أنا خلي أسوي بالله سكرين شو، تعطوني مجال حتى أوضح فين أنا جاي أشرح، تمام، بس أعطوني مجال مرة أخرى لأن الأمر مهم حقيقة. هذا حتى نوضح حول ما تقوله حول العنكبوتيين وأيضا أصل الأونوناكي، توضح له، بس خلي أسوي سكرين شوت. يلا الآن صعدنا على، أكرر معلش لو تسمحوا لي، فبالمخطط الثاني فهنا يأتون الأوناناكي ومعاهم دراكونيان وربتيليان وأنكي وإنليل وبال، تمام. ففي الفيديو يصعدون إلى أن يصلون إلى الكاميريا اللي هم العنكبوتيين، هذه الكاميريا يصبح عندهم نقاش بالفيديو. طبعا كاميريا كائنات غير منظورة تقريبا، أو يعني من أبعاد عليا كاميريا، فيتناقشون حول كاميريا. هو عنده وصف
وهي لديها وصف، بس أنا عندما سمعت نقاشهم أنا معها. هو يقول التالي، يلا خلينا نرجع للفيديو. فسنان نشرح على العنكبوتين. هنا أنا، أنا هنا ونرجع. كاميريا هذه، تمام. وممكن أيضا لو تأخذون سكرين شوت لهذا المخطط، لأن أعتقد هو بذل مجهود مش عادي أبدا حقيقة بهاي الدراسة العظيمة. أي، فإذا نرجع الآن على المناقشة، كيري كاسيدي ودلين مونرو بالنسبة لكاميريا، فهو ماذا يقول؟ يقول التالي، هذا بالفيديو، معلش يعني اللي احنا راح نخصص ايضا اعتقد نقاش خاص بهذا الفيديو لانه مهم جدا. Something I've heard of in this area is the chimera, which these were discussed in the cobra material, you know, the cobra or the portal. The Portal, I think, is his website. He does like a newsletter. Yeah, I know who Cobra. And that chimera is essentially a massive spider being, like a massive kind of octopus spider being that's multidimensional or higher dimensional, that sit in space literally above our cities and suck negative energy off of them. And I'm wondering, is that just craziness from a blog? Is that something you've heard of? Is that something you find credible? Well, that kind of gets into the black goo and the discussions I've had with Miles Johnston and those spider beings. So again, relating to the spider beings, but there's also these the spider beings that are not physical. They're actually, they could be seen as a kind of interdimensional, but maybe it's not even that. Maybe they're you know, interdimensional or something like that. But they, you can, I've seen them. I know it sounds weird, but they encompass they built the matrix. So they build the matrix, and that they're part of the wiring, and they sort of, I you know, that they sort of scuttle along the walls. When the matrix melts, you know how the Matrix movie showed you a matrix literally, right? Mm-hmm. That is actually more or less similar to this, what our real walls are made of that encompass this dimension. And these beings are at these junctures and they do move along. So they're spider-like, whether, you know, that's the right term for them, I don't know. I, you know, Chimera tends to also be a shapeshifter. So whether or not the Chimera that, you know, is being talked about by Cobra is the same Chimera as is designated in the more spiritual writings, you know, out there. There is a reference, there are references to that. But, you know, things get really confused. Now, there's also the inner earth cultures. I don't think, I may be wrong, but I haven't seen your whole chart, but you might not have referenced them. And to get some understanding that there are races that are more advanced than we are living in inner earth that have refused to deal with us until we were raising our vibration to a certain degree. And that gets into these books, which is a series of books written by this individual who was a journalist in Romania called Radu Sinemar, and the Transylvanian Sunrise and Moonrise are the first two in the series. But they eventually, book five and I think book four, and there may be a new one since then, but they are revealing the inner earth beings, and the inner earth beings have started to want to interact with us now on surface earth. So there's, I don't know if you have that in your chart. I make a brief reference to Vril in kind of like the wizard warlock section, and that's kind of more in reference to the Nazis that developed the Vril abilities, but I actually don't have the inner earth
any part of that in the hierarchy, because they happen pretty separate, and more they're separating themselves. I recently read The Coming Race about the Vril, which debatable if that's truth or fiction, but pretty fascinating content there. It's definitely they may be a faction here in the future at some point that plays an important role. The Chimera is also, I'm sure you've seen those sculptures they have in several different cities across the world that are the big black spider. The name of the artist escapes me, but you know, they're near specific museums, and some people say that's the Illuminati acknowledging that there is some kind of either spider being, and I'm not sure what the scale of them is intended to be. You know, the scale of the sculptures is, you know, the height of about three humans or so, but whether that's intended as like a massive, you know, sperm whale size organism that exists in space, or something that same scale as they built the sculpture. What's your opinion on those sculptures? Is that reference to the spider beings you're talking to? Well, not I think talking to, talking about. I think thankfully, I don't think I've run across those, but I can say that, you know, I've talked about this before, but Captain Mark Richards talks about Vietnam War really being about the invasion of the spider beings, and that they also go back to, I'm going to remember it. It's this civilization back in time, and that was in the area of Cambodia, Angkor Wat. And so have you heard me tell this story before? I think I heard you talk about Angkor Wat recently. That okay, yeah, because I think I talked about thirst it or something, kind of briefly. But it is about the spider beings, and they are supposedly about the size of a VW bug, and which sounds like it might be similar to what the artist is depicting. But that would just mean that he is tapping into that. From my understanding, Chimera would be the wrong name for them. I don't know what the name for them really would be, but just personally, I don't think that's accurate. I know that what they do is they mind control their victims before they kill them. And so what happened with Angkor Wat is it's always been a mystery in time, you know, in history going back. And I don't even know which century it was, but the bottom line is that they entered through a portal into that area. They came back during the Vietnam War era, and that the real war was with them to close the portal again. But at any rate, during Angkor Wat, there's a city. It's a gorgeous, city sculpturally, and so to speak, and it has a river running through it. So what the spider beings did when they came through the portal, this is the story, is to mind control the humans to think they had no water. So they were dying or weakened because they were dying of thirst, and then they killed them and eat them. So it sounds really awful, but they disappeared almost overnight, that city. That's been a mystery. And what happened then when Vietnam came around is they started coming through those portals in the east again. Now they have also been, according to Miles Johnson, who's British, found in what we know of as the Lake District, but they keep to the underground caves and things there. So I had three military guys. I put out the word that if any military guys felt they had their mind wiped and they had memories of this, of they should come, you know, contact me. So I got three guys came and contacted me. Only two wanted to come forward, and ultimately only one did. But the story was that that's what they thought. They thought we were fighting battles, but they found out they were fighting these particular aliens and stuff. So it's a really kind of graphically awful thing to think about. But strangely, then I have another whistleblower completely unrelated to Mark, who started telling me at a certain point several years ago
you know, I've been doing this for 18 years now. So, you know, when I say several years ago, it could have been 9 years ago. I don't really know exactly, but he started talking about an incoming race. They're like new kids on the block is how he referred to them. And they were, in essence, spider beings incoming. So I'm sure they arrived. Whether they're exactly the same ones that came through the portals of Angkor Wat, I don't know. But these are the kinds of things that we don't know. There's thousands, if not millions, of different races that are visiting our planet on and off through the decades. فهو يقول أن العنكبوتيين هذه الفئة الكاميرية يقول أنه يراقبون الأرض أو ممكن قال المجموعة الشمسية بس على العموم بس هي الكاميريا آتين من أبعاد عليا اللي هم شكلهم شكل العنكبوتين ويقول أنه يمتصون يزيلون كل السلبية فكره هذا فهو دارس أعتقد بحوث شخص آخر الشخص الآخر اسمه كوبرا حسب اعتقادي هكذا اسمه فهو دارس هاي البحوث وواضعها ضمن هذا المخطط بالمناسبة هو هذا المخطط هو لا يعني من خلال الفيديو عندما تسمعون مناقشاتهم عندهم اتفاق ومرات ما عندهم اتفاق حول يعني الأسماء والمستويات بس خلينا نستمر بالتوضيح الآن هي توضح أنه العنكبوتيين سلبيين تقريبا بهالمعنى وتصف حالة أو مناقشة مهمة حول العنكبوتيين أنا أريد أمسك هاي المناقشة لأن المناقشة مهمة في وقت ما أعطت التأريخية بس ماذا قالت هناك مدينة أعتقد بشرق آسيا هؤلاء العنكبوتيين عندهم قوة عالية بالتليباثي هذا كلامها كيري كاسيدي حول العنكبوتين والكاميريا بس هي ما تسميهم كاميريا يعني هي ما تمشي أعتقد باسم كاميريا بس هو يقصد أن كاميريا هم العنكبوتيين وحتى أيضا بالفيديو يظهرون أو هو يظهر أن هناك مدن عديدة عاملين عنكبوتيين يعني صور وتماثيل ها بس بأجسام كبيرة موجودة في مدن أنه عنكبوت ها بجسم كبير على شكل تمثال فيتصف هذه الحالة مدينة بشرق آسيا آتين العنكبوتيين لهذه المدينة بس هذا بالماضي بأي وقت ما ذكرت وهذه المدينة كانت تتميز بجمال الحدائق ها والبحيرات عندهم تليباثي عالي معطين فكرة هؤلاء العنكبوتين معطين فكرة لأصحاب المدينة أنه هناك جفاف بالمياه وأنتم حتنتهون تموتون فكرة جدا قوية فالناس بدأت تفكر الناس تحكي أنه راح يصبح جفاف بالمياه جفاف بالمياه جفاف بالمياه يعني صدقت الناس وأتت العنكبوتين وبعدها ماتوا الناس يعني تغذوا على هاي الأجسام في حين هو يصف الكاميريا على اعتبارهم أنهم كائنات عليا ومهمتها أنها تمص أو تسحب الطاقة السلبية هي لا توافقه تقريبا من تسمعون الفيديو هي معارضة هذا الشيء
احنا وين النقاش المهم اللي عندنا؟ انتبهوا على فكرك. وانا ليش دائما اقول انه 99% من افكارنا السلبيه مو حقيقيه؟ لان جايه من كائنات الفكر السلبي. اي شيء تسمعه، طعام قليل، المياه تجف، هناك زلزال، احذر احذر احذر. اما هذا الفكر السلبي مصنوع من أجهزة تكنولوجية بشرية حول الأرض تبث الفكر السلبي، أو من كائنات؟ تمام. حقيقة الآن أنتم كطلاب بحثيين، لأن إحنا نريد نفكر أنه إحنا نريد نعد باحثين ومعلمين يعني ينشرون هاي العلوم بالشرق، لأنه الأكوان بانفتاح. طيب إحنا شو راح نتصرف؟ كيف حنتصرف مع الأنوناكي، العنكبوتيين، النمليين، الحشراتيين، الأندروميدا، البليديان؟ خليني أتوقف حول مسألة الأنوناكي، لأن هي تضيف فكرة حول الأنوناكي أنا أتفق معها. صح، بالفيديو من أين أتت الأنوناكي؟ تقول بالفيديو الأنوناكي أصلا بليديان، أنا أتفق معها. صح، خلطوا بعدها، خلطوا بالزواحفيين والدراكونيين، كلامها هذا صح. Interesting. You know, there's some things about the Anunnaki. I don't know. I'm sort of. I guess we haven't gotten to the upper level of the ET side, but certain, you know, the pharaohs and the Anunnaki are a subgroup from the Anunnaki. So yeah, I'm. You know. Anyway, it's just. I mean, one could go on for hours and hours just looking at all your little bits and pieces and designations and so on. It is fascinating. Okay, why don't you continue, and then because I wanted you to get through the chart, like also before we started talking about it. Mm-hmm. And this is the part that I really wanted to get your opinion on, was the extraterrestrial off-world part. And so we have here on the lowest portion here are some of the more physical ones, 3D physical negative ETs. Satan's kind of a term that a lot of people put at the top of the chart, and that's where it ends in the world hierarchy. And you know, if that's a specific entity or a title that's passed from one person to the next is debatable. Again, same with the Anunnaki gods like Enki and Enlil, which a lot of people say, you know, one of them or both was Satan. And then the more like Canaanite gods like El. But the more tangible factions here would be like the Dark Fleet, which is the extension of the Nazi space program, also known as the Giza Intelligence Group, or in German, the Nachtwaffen. Okay, well, but you don't have Marduk on here. So Marduk is to some people is considered Satan. Enki and Enlil maybe even predate the thinking on that. On the idea of a one Satan. But Satan also relates directly to Saturn and the rule of Saturn, which is Saturn is a major portal out of our solar system and into others. And so that's part of the power of it. So, you know, I mean, I think Satan in theory would be higher on this, you know, this pecking order, so to speak, in, you know, than it is, if you want to go along those ways. I'm, you know, again, there's so many different off-planet races, and you're only indicating a few here, and that would probably be a misunderstanding. There's also because of the pyramid, and it was getting kind of smaller towards the top. I know there was a lot more I probably could have put in the extraterrestrial section, but it was kind of getting more abridged as we got up there. And then, you know, it also gets into questions of
like there's not as much documentation of that as well. And so I definitely know there's a lot more in here. That's why I did want to get you to kind of fill in some of the blanks here, but there's obviously not space for everything either. But right. Like you were saying, like Marduk is was a son of the Anunnaki, like a lower in the Anunnaki gods. And so, yeah, it's just this, when we got up to this level, it kind of becomes the long-term battle between Pleiadians and Anunnaki is how I see it. And one thing I was going to actually ask you about was the Egyptian gods kind of stand out to me as I've heard other YouTube channels recently talking about the Egyptian gods were Pleiadian. And that's something that I resonate with a little bit, but I'm still not 100% sure. And I see a lot more of Anunnaki Babylonian influence in Hollywood and in our country and in the world. Let me define Anunnaki for you in a way that I don't know if you're considering. So Anunnaki wouldn't be, I guess you would say Pleiadians versus Anunnaki. That's actually incorrect, because the Anunnaki were Pleiadian, and they, all the humanoids in theory, go back to Lyra. So Lyra would have to be up on above, even Pleiades and Nibiru, where the Anunnaki ended up. The Anunnaki are a breakoff group from the Pleiadians. They were humanoid. They were then invaded by the Draco reptilians, and now they're, you know, hybrids, basically. So they're reptilian humanoid hybrids. There's a lot of confusion about that out in the sectors, you know, and I realize that, but this is my understanding. And you can see it on the temples. And I just got back from Egypt, and you probably didn't see my article about Egypt, but there's a great deal of deception in this whole story, of course. But you know, there's a lot more to this. So it doesn't, Pleiadians, I know that people tend to see Pleiadians as like the good side, but what they don't realize is they have a self-interest that they're motivated by, which is apparently they were sort of, I guess, fathers of our race, the humans, and we were bred to actually help them fight their wars with the Draco reptilians and the AI, which are constantly trying to invade all of these various races, and specifically the enemies of the Pleiadians. So, and then there's questions as to, you know, there's rogue elements of Pleiadians, but they're not the quintessential necessarily good guys. They are just a higher dimensional, like, well, they started at 60. I tend to think of them as going higher now, but depending on the group and so on and so forth. So in other words, they had self-interest, and they were supposed to be very, you know, helping us. They were kind of fathering our race to some degree, but we both race, humans and Pleiadians, as I said, and Anunnaki come from Lyra. هناك في موقع أليكس كولير يصف تقريبا نفس الحالة، أنه من أين أتت الأنوناكي هؤلاء. يقول هذا كلام أليكس كولير في موقعه، أعتقد في موقعه، يقول أن الاندروميدان و الدراكونيان في حروب، تعبوا من هاي الحروب وعملوا معاهدة صلح. أنا قرأته في موقع أليكس كولير، لأنه هذا يتفق مع رؤية كيري كاسيدي، وأنا أتفق مع هذه الرؤية اللي أنا أوضحها حول أصول الأوناناكي. فنرجع لأليكس كولير، فأليكس كولير ماذا يقول حول الأوناناكي؟ انه الاندروميدان والدراكونيان كانوا بحروب كونيه، تعبوا من هاي الحروب وعملوا معاهده صلح، انه يصبح زواج حتى يسوون الصلح، فاصبح زواج ما بين الاندروميدان
ولدراكونيا، ومن هذا الزواج كانت نتيجته سلالات الأنوناكي. الأنوناكي عندما شاهدهم، نعم هم مخلطين، يعني مرة تشاهدهم يشبهون البشر إحنا، وقسم منهم يشبهون الزواحف من الأنوناكي، ما عدا هي عندها اختلاف. أعتقد هي ذكرت هذا بالفيديو، تقول كأنه لهو كلامها بالفيديو، تقول كأنه الأنوناكي، هي ما ذكرت حالة الزواج اندروميدا مع دراكونيان، يعني عملوا معاهدة صلح، هي ما تذكر هذا، بس هي ماذا تقول؟ هي تقول حول مجتمعات اللايرة، كلمة لايرة يعني الاندروميدا بالمناسبة، المجتمعات البشرية اسمهم اللايرة، فالطالب اللي يدرس يجب أن يعرف أن من تسمع كلمة لايرا يعني الاندروميدا، فهي تقول أنه من مجتمعات اللايرا انشقوا مجموعة منهم اللي هم الأنوناكي، وبعدها الأنوناكي تمام كانوا تحت تأثير يعني هجومات الزواحفين والدراكونيين، خلطوا جينيا، فتجد دراكونيين ها من الفصائل البشرية الكونية عفوا، فتجد أنوناكي من الفصائل البشرية، يعني البليديان نفس الشيء، البليديان من الفصائل البشرية، وأنوناكي يعني أما تجده قريب من الفصائل البشرية الأنوناكي أو قريب من الزواحفيين، فذول الأنوناكي يعني بشريين زواحفيين حقيقة تماما. أنا أتفق معها صح، هؤلاء هم الأنوناكي، هذا تذكره باللقاء. تضيف شيء آخر مهم الآن باللقاء، أنا أتفق معها، بعدها الأنوناكي عندهم تأثير على مصر، فتقول حضارة مصر ما أخذ جانب الأنوناكي صح. You see الحضارة المصرية، لأن احنا قلنا أنه الأنوناكي بعد الطوفان، بالمناسبة هذا الطوفان المذكور بالقرآن والمذكور بالإنجيل، هذا فبركة كبرى على أساس أن الله غاضب على الناس، لا 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 لا، كم مرة أقول لا، زوروا التاريخ، هذا الطوفان عمل من الأنوناكي، من احد القاده اللي اسمه انجيل، انا باستمرار اذكر هذا، فهو من عمل الطوفان. بالمناسبه الأنوناكي وين كانوا ساكنين؟ قصورهم كانت بالعراق، أنوناكي قصورهم تحديدا وين بالعراق؟ اعطيكم الموقع، الناصريه، عندنا منطقه محافظه اسمها الناصريه، يعرفوها العراقيين جدا، الناصرية، العمارة، البصرة، جنوب العراق في وقت سومر، إذا تكونون بجنوب العراق قصور يسمون قصور الآلهة، قصور كبيرة، وهم أسام ضخمة، تقريبا أسام الأنوناكي 5 إلى 6 مرات أو حتى 10 مرات تصل، أضعاف البشر، بس هم بالجسم الفيزيائي من البعد الثالث، يعشقون الذهب، ننتبه الآن، يعشقون الذهب، وقسم منهم من القادة يتناول ذهب، يعني يأكل ذهب، ولهذا تجدهم إذا تلتقي معهم قسم منهم هو عامل يعني هذه التكنولوجيا أنه يشع بالضوء، يترك كخدعة، فأنت ممكن من الشاهد تقول أهو هذا ضوء عظيم، بس هو لا، هو مو ضوء عظيم، هذا دول يأكلون الذهب، ما بعرف هم عندهم يعني أقصد هاي البحوث أنه الذهب إيش يعمل بهاي الخلايا بحيث هو يستطيع ها بوعيه، ما أعرف بفكره، أو ممكن عنده أجهزة بحيث مع الذهب
يعني شع ذهب أمامك، عفوا شع ضوء أمامك. تذكره ألينا دانن، أعتقد قالته ألينا دانن، قالته حول أنكي أعتقد، أما أنكي بس أغلب يعني أغلب الاحتمالات أنه تصف أنكي أنه كان يتناول ذهب يشع بالضوء. فالأنوناكي ساكنين العراق إنليل عمل الطوفان. ونوح بالمناسبة، هذا نوح المذكور أيضا بالإنجيل والقرآن، فبركة الفبركات، هذا نوح تماما هو أما ابن عفوا أما ابن أو حفيد أنكي، بس هو مختص أنكي. ونوح أخذوه إلى كواكب الأنوناكي، نوح أخذ بمركبة إلى كواكب الأنوناكي ككائن بشري، وصل إلى أعتقد هو الكوكب نيبيرو، نوح وصل إلى كوكب نيبيرو وتجمعت كائنات الأنوناكي، أجسام ضخمة، مدن عندهم يعني مدن مجتمعات مركبات كونية، فتجمعوا يريدون يشوفون هذا الكائن، كائن صغير، احنا يعني بالنسبة أحجامنا صغيرة بالنسبة لهم. نوح أخذ هناك، أخذ إلى كوكب الأنوناكي، وتجمعت الأنوناكي والملك آنو، ملكهم اسمه آنو، ملوكهم وزرائهم يريدون يشاهدون هذا الكائن البشري، ووجدوه كأنه خائف، فقالوا أنه هذا مش بتاع سفر كوني وصعود، رجعوه، أرجعوا نوح للأرض. نوح لا نبي ولا، هاي القصة فيك. إنليل عمل الطوفان، وبالطوفان مسح كل الوثائق الكونية، وحتى راحت سومر أصلا، سومر الحقيقية اللي وصلنا حول سومر قليل جدا، كان عندهم سومر الحقيقية، كان عندهم أرشيف حول الأنوناكي، أسماءهم، صورهم، مجتمعاتهم، كتبهم، فلسفتهم، روحانياتهم، شكل المركبات، شكل المدن، ما تزال الآن، هذا صادم، ما تزال لو نعمل حفريات في أعماق جنوب البصرة وجنوب عفوا جنوب البصرة أو جنوب العراق، البصرة لو نعمل حفريات أعماق البصرة والعمارة والناصرة، هي ثلاث مناطق، مناطق الأنوناكي، ما تزال بيوت الأنوناكي ممكن نعثر عليها، وحتى هناك مركبات كونية أصلا بالعراق، بغداد موجودة مركبات كونية، جنوب العراق هذا مليء بالمركبات الكونية، هي بتاع الأنوناكي وغير الأنوناكي. انتهت سومر، وصراع كبير يعني طوفان صار بالأرض، وبعد الأنوناكي الإيجابي بقيادة أنكي قرر أن يعيد بناء حضارة الأنوناكي، ذهبوا إلى مصر، صح بنوا مصر، بس بناء مصر هذا القريب جدا، مصر الأولى بنيت عن طريق الكائنات الكونية الإسودية قبل أكثر من 2 مليون سنة، حتى قبل أطلنطس ولوميريا، بس العهود القريبة الأنوناكي كان عندهم تأثير على مصر والفراعنة من سلالة الأنوناكي. فهي كاري كاسيدي تذكر باللقاء أن مصر قريبة باتجاه الأنوناكي، في حين تذكر شيء، حضارة اليونان قريبة من البليديان، صح، ولهذا هو هناك صراع ما بين الأنوناكي والبليديان بالمناسبة. You see؟ هي لا تعطي الإيجابية لكل البليديان، تقول مش إنه البليديان كما هو متعارف عليه إنه كلهم إيجابيين، هي ما عدا هذا الاتجاه، هي تقول هناك بليديان يعني يبحثون عن منافعهم الشخصية، تقول هذا باللقاء أيضا، self interest باللغة الإنجليزية،
نرجع للعنكبوتين. هناك عنكبوتين في أعماق الأرض، هناك كائنات عنكبوتية بالمستويات العليا، لكن أنت كطالب، أوضح أمر مهم الآن بهذا النقاش، أنه إحنا ما نقدر الكل سلبيين، نقول ما نقدر، مو صحيح، ولا الكل إيجابيين. هناك عند العنكبوتين وعند النمليين وعند الأوناناكي والدراكونيين والربتيليين، حقيقة هناك إيجابيين وهناك سلبيين. على الطالب أن يعرف هذا الأمر، أنه في كل حضارة، لا تعطي أنت انطباع أها لأن فلان قال أنه العنكبوتين هكذا عملوا إذن كل العنكبوتين سلبيين. لا، هناك عنكبوتين صحوا استيقظوا. و ليش أقول هكذا؟ لأن الكون مش ثابت، ما هو سوى العنكبوتين باقين نفس الوضعية؟ لا، الأوناناكي باقين نفس الوضعية؟ لا، دائما أعرف أن الأكوان متغيرة، بمعنى الفكر متغير، الوعي متغير. فأنت عندما تسمع وتقرأ، أنتوا راح تصيرون باحثين، معلمين، دارسين، فأنت لازم تفهم شلون أنت تحكم. فنحن نقول أن في كل مجتمع هناك الإيجابي وهناك السلبي، وأن الأكوان متغيرة، فأنت لا تحكم من النظرة السلبية إذا تسمع معلم باحث أنه يعطيك السلبية، لأن السلبية مش حقيقية، مش الطبيعة الأبدية. لا، وهذا ممكن يتغير. هناك دراكونيين متندمين أصبحوا إيجابيين، هناك أصحاب من الدولة العميقة أو أصحاب الدولة العميقة تندموا، هناك إيجابيين ربتيليان، هناك إيجابيين الأوناناكي، هناك إيجابيين طبعا. حتى ممكن هذا يظلمكم، حتى عند الشيطانيين هناك شيطاني إيجابي ترك الشيطانية السلبية تندم، وممكن حتى ترك كل الشيطانية، موجودة مجتمعات الشيطانيين، هذه قصة أخرى حول مجتمعات الشيطانيين وسلالاتهم، ممكن ندرسها أيضا بالمناسبة. المذهب السني ابتعد عنه إلى الأبد. المذهب الشيعي، إحنا بالعراق المذهب الشيعي والسستاني والنظام الإيراني والشيعة والحسن والحسين والاثنى عشر، احذر، ابتعد 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 ابتعد. هذه مصممة من الأونوناكي، ألف تريليون بتريليون 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 بتريليون، الإسلاميات الشيعية السنية مصممة من الأوناناكي، ابتعد إيش قد ما تقدر، لا تدخل بهالفروع هذه، لأن ترددها سلبية. ما شاهدتم الخريطة الكبيرة اللي عاملها ها ديلان مونرو؟ ما هو الهيكلة كبيرة جدا فوق ما أنتم تتصورون، الهيكلة الهيكلة هيكلة الكائنات وصناعة المجتمعات، والفاتيكان، هذا الفاتيكان عامل كثير من العمايل، الفاتيكان، النظام السني، النظام الشيعي، المجتمعات السرية، وامشي فيها، كلها مدارة من الفوق، من الأوناناكي. أحفاد الأوناناكي موجودين يعملون، حفيد إنليل بالذات، حفيد إنليل موجود مع المجتمعات السرية، حفيد إنليل كائن أوناناكي بجسم ضخم، وذولا يعبدوه يطيعوه. باعتقادي مكانه، هذا اعتقادي الشخصي، مكانه مش بهاي الأرض الصغيرة، موجود بالإنتركتيكا، لكن وضعه مش مثل السابق، فقد قوته حقيقة. الأوناناكي ما عندهم قوة، لازم تعرفون هذا الأمر، بس هو موجود جالس ومعروف، عندهم
مؤتمرات يعقدوها مع الكائنات الأخرى، بس هو ما عنده القوة. الأنوناكي الآن مش مسيطرة على الأرض. في السابق، أقول لكم حاجة مهمة جدا، في السابق خلال 20 سنة الماضية ضخوا كتب حول مجيء الأنوناكي بشكل عجيب غريب، حتى قسم من الكتب كثير وضح أنه الأنوناكي يخرجون من الصين، كثير كثير يعني، ومردوك كبروه بشكل مردوك، وحتى وضعوا على أساس أنه مردوك متصل بالبشر، وكثيرة كثيرة فوق ما أنت تتصور أصلا. وكانوا يريدون يحضرون بظهور الأنوناكي، وهذه اتفاقية الأديان تمام اللي عملوها، وهي هاي فشلت فشل كبير. اتحاد الأديان والمسيحية اليهودية الإسلامية هذه مدارة من الأنوناكي، على أساس كانوا يريد يجيبون هو هذا الأنوناكي يظهروه باعتباره على أساس هو هذا الإله، فهي ما نجحت. وهي كانت هي الخطة، هذه اتفاقية الأديان كانت أيضا متزامنة مع زرع الشرائح، ومتزامنة مع كورونا، احنا نسميه فابرا كاسو. هي هاي الثلاثة كان يعدوها، والإنسان يصبح روبوت ويأتون بهذا وحتى كانوا يريدون يسموه المسيح على أساس هو جاي. فشلت فشل ذريع جدا. ما أعرف يعني، نقول كانت خطة كبيرة فوق ما أنت تتصور. كانوا يريدون يعملون روبوت وإحنا تحت الأرض ونعبد هذا الأنوناكي عبادة مطلقة، إذا ما تعبد، هاي كان مخططهم، يشيلون منك الطعام والراتب وكل شيء، ما تقدر تعارض. ليش؟ لأنه جسمك كله شرائح ومسيطر به من السنترال، ما تقدر، ولازم توقع، يعني أنت مدار من السنترال ومراقب وتعبد هذا الأنوناكي. هم كانوا هيك عاوزيها، عملوها مع النمليين، عبرت عن النمليين. أريد أرجع للعراق، إحنا بالعراق مع شديد الأسف، كل عراقي يسمعني، عبرت علينا لعبة المذهب الشيعي، بلعوها العراقيين مع الأسف، مشت عبرت وهسه بالعراق، يا حسين ويا علي وزين العابدين، اللي كله فيك 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 فيك، لا مليون مرة من الأنوناكي مصنوع، بلعوها العراقيين مع شديد الأسف، أصحاب الحضارة العظيمة والفكر الحر، بلعوهم. الدولة العميقة تغذي السستاني وجماعة السستاني ملايين من الدولارات، ملايين ملايين ملايين، وكتب وكله فبركة، مدار من الأنوناكي. حاولوا مع مصر كثيرا، هاي الخطة بإرجاع مصر، أو كانوا يريدون يجيبون الوهابية بمصر من انتهى نظام حسني مبارك. الخطة كانت هي من الأنوناكي، كانوا يريدون يجيبون النظام السني الوهابي على مصر، يعملوا مثل السعودية. لكن كل مصري يسمعني، حقيقة شعب مصر وقف وقفة عظيمة جدا، وفشلت هاي الخطة، ولا مصر كانت تروح فيها كان أصبحت مثل العراق. بس هاي العراق السابق، هسه العراق متغير، بس انبلع بالنظام الشيعي العراق مع الأسف. مصر من بلع من النظام السني، مع شديد الأسف على العراق ومصر. احنا محظوظين، ما سمحوا، كانت لعبة جدا كبيرة على مصر، بشكل كانت مدارة من النظام السني، انه يبلعون مصر بالدين، هو كله بالدين. ما نجحت، فشلت حقيقة. ويعني بعدها مصر نقول هيك صحت، وعت، فهمت أكثر. العراق بعد 2003
العراق كان مدار العراق بعد 2003 كان مدار من الدولة العميقة مليون بالمليون، قاموا بضخ ملايين من الدولارات على النظام الشيعي سووا يعني علي بن أبي طالب إله والحسين إله، شيء غريب عجيب، وتحجبت النساء بالعراق وعجيبة مشاهد من العجائب هاي بالعراق، انبلعوا العراقيين بها كل صيدة كل فبركة كل من الأونوناكي اللي كانوا يعني هم يعني هو هذا النظام لازم تعرفون انتم شبابنا، انت لازم تدرس الهيكلة، هناك كائنات بالأعلى إيجابيين سلبيين دائما على الأرض، فأنت كيف تتفاعل مع الأمر؟ لازم تفكر، وأيضا لازم توعي الناس، تفهمهم، توضح أنه هذا مو نظام شيعي هيك تعال حسين وعلي بن أبي طالب، لا، هذا راح يجروك تعبد الأونو ناكي، لأن هذه الكائنات تبحث عن سيطرة. شلون السيطرة؟ يجيبوا لك الدين، يجيبوا لك فت لعبة وتعبر تنبلع. إذا احنا كيف نتصرف بهال بهالوضع؟ من أعماقك ومن فكرك ومن روحك لا ترتبط، لا تعبد أي كائن، ولا نظام ديني ولا نظام روحاني ولا نظام علماني ولا أي نظام كان من يكون، تعيش المحبة لنفسك، تبارك الأرض، تبارك الكائنات الكونية، شعوب الأرض، وأنه قرار يخصك أنت. إحنا يعني نحن نعرض المعلومات وأنت تقرر، وأصلي من أجل جميع شعوبنا وأرضنا أنها تمتلئ بالمحبة، وأيضا روحك وحياتك وأنفاسك يا أخي ويا أختي أينما أنت تكون تمتلئ دائما وأبدا بالمحبة الأبدية اليوم وكل يوم.